أهلا بكم من جديد. خلال جولة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى في المنطقة الجنوبية من البلاد، قام جلالته حفظه الله ورعاه بزيارة إلى فريق جرافيتي أندر سكاي دايفينج، ويرافقه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. ولدى وصول جلالة الملك المفدى كان في الاستقبال معالي الشيخ راشد بن خليفة الخليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، وسعادة الشيخ محمد بن راشد الخليفة رئيس مجلس إدارة شركة جرافيتي، وسعادة الشيخ عبد الله بن راشد الخليفة وعدد من المسؤولين ومنتسبي الفريق. وخلال الزيارة هنأ جلالته أعضاء فريق جرافيتي أندر سكاي دايفينج على إنجازاتهم المشرفة التي يحققونها للرياضة البحرينية وفوزهم بالميدالية الذهبية في بطولة فلايت فايترز 2017 للطيران الحر الداخلي، والتي أقيمت مؤخرا في المملكة بمشاركة أكثر من 60 لاعبا ولاعبة من جميع دول العالم، مشيدا جلالته بأداء اللاعبين وجهود الجهازين الفني والإداري وحرصهم على تشريف المملكة ورفع رايتها في مختلف المحافل الرياضية. ونوه جلالة الملك المفدى بالدور الرائد الذي تلعبه البحرين في احتضان وتنظيم مختلف البطولات الرياضية العالمية، مشيدا بالتطور الملحوظ الذي تشهده الرياضات الجوية في المملكة بفضل جهود القائمين على الاتحاد البحريني للرياضات الجوية وحرصهم على توفير كل سبل الدعم للاعبين بهدف رفع كفاءاتهم وقدراتهم التنافسية. كما أعرب جلالته عن تقديره للجهود الطيبة التي تبذلها اللجنة الأولمبية البحرينية برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، والتي تهدف للنهوض بمختلف الألعاب الرياضية وتنويعها وتشجيع شباب البحرين على المشاركة فيها، متمنيا للجميع كل التوفيق في منافسات كأس العالم الثالثة للطيران الحر الداخلي الذي تستضيفها البحرين العام المقبل. Thank you.
بعد ذلك قام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بجولة في قرية جرافيتي، والتي التقى بعدد من المواطنين والزوار الذين أبدوا سعادتهم بلقاء جلالته. ونوه جلالته بدور مثل هذه المرافق السياحية في دعم القطاع السياحي في مملكة البحرين. ومن جانبه رفع سعادة الشيخ محمد بن راشد آل خليفة وأعضاء فريق جرافيتي أندر سكاي دايفينج أسمى آيات التهاني والتبركات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة قرب احتفالات العيد الوطني المجيد وعيد الجلوس، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على جلالته بالصحة وطول العمر، وعلى مملكة البحرين وشعبها الكريم بالخير والتقدم والرخاء. كما أعرب الشيخ محمد بن راشد عن شكره وامتنانه إلى حضرة صاحب الجلالة حفظه الله على هذه الزيارة الكريمة وعلى توجيهات جلالته السامية، مثمنين تقدير واهتمام جلالته ودعمه المستمر للفريق ولكافة الرياضات الجوية في المملكة.